Hello ladies and gentlemen, مرحبا بكم في نيو فيديو. المهم خوتي كيما شفتوا اليوم في العنوان عندنا فيديو FAQ، يعني انت تسالني اسئله وانا نجاوبك في فيديو. ولكن قبل لا نروحوا للاسئله عندنا قناتين اليوم راح ندعموهم كيما وعدتكم المره اللي فاتت. القناتين هما واحده تاع طفله وواحده تاع طفل، يعني باش ما تقولوا ليش تدعم غير في الدراري وماكش تدعم في البنات، ولا تقولوا لك تدعم غير في البنات وماكش تدعم في الدراري. المهم خوتي، اول قناه عندنا هي ايتيز فامبير خوتي، وهي قناه مختصه بالجيمينج ويعجبني محتواها، يعجبني يعني فيها الجيمينج وفيها يعني كيما نقولوا ستيل بار يوتيوب، بار يوتيوب لايف راك فاهم. المهم خويا فامبير بون كونتيناسيو، كمل في هذا المشوار نتاعك وروحوا اكتبوا له تعليقات زينين واشتركوا في قناته باسكو انسان يستاهل. والقناه الثانيه هي فاطمه احلام خوتي، هذه في طفله بدات يعني فتحت اشين، دارت فيها الطبخ وكذا وكذا، ويعني محتواها نقي لاباس عليها، وان شاء الله مع الوقت راح تطلع ثاني. روحوا شجعوها يا البنات، البنات والدراري كاع روحوا شجعوها وقولوا لها جايينك من عند ام ويكر. المهم خوتي خلونا دوك نروحوا للفيديو نتاعنا اف ا كي والاسئله الكارثيه نتاعكم. ليتس جو. اوكي نبداو على بركة الله. اول سؤال من ياسين حيمود، ما هو مبدأك في هذه الحياة وماذا تريد ان تصبح في المستقبل؟ سؤال جيد، سؤال جيد اخي. ما هو مبدئي في هذه الحياة؟ مبدئي انني نشجع على السياحة في بلادي، هذه اول حاجة، باسكو بلادي نحسها يعني بلاد عندها تراث وعندها قيمة، لازم يعني تولي عندها سياحة، وان شاء الله يا ربي تفيد فيها السياحة، وان شاء الله نشجعوا ديما نديروا لي فيديو، يعني مبدئي من لي فيديو نوصل رسائل للشبيبة. وعلى سبيل المثال كما جنة في الصحراء، سلسلة جنة في الصحراء، انني نبين للشبيبة بلي الفلاحة حاجة زينة، والصحراء تقدر تكون فيها نمط معيشي، تقدر تردها جنة. المهم وماذا تريد ان تصبح في المستقبل؟ طبعا اي واحد يولي حاب يولي يعني يوتيوبر، انا حلمي هو نولي يوتيوبر، كل واحد كيف، هذاك مثلا حلمه يولي كذا وهذاك، انا حلمي نولي يوتيوبر طبعا. السؤال الثاني، عبد الله سعودي، وقتاش تخدم التليفون تاعك، قصدي الايفون تاعك؟ تحياتي خويا عبد الله. التليفون تاعي والله ما عرفت لا اسكو نخدمه ولا والو، وان شاء الله نشوف كيفاش ندير له حل، وبالك ان شاء الله يرجع رايح نبدل التليفون باذن الله، رايح نبدل التليفون وضربه واحده يعني الواحد يكون عليز. اوكي نروحوا للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول من روزا، راني ما راحش نبين اسماء البنات باسكو كاين بنات اللي ما يحبوش يعني يبينوا فيسبوكاتهم والحوايج الخصوصيه تاعهم. المهم سقسيتني ثلاث اسئله، السؤال الثالث بثلاث اسئله، واو. المهم السؤال الاول، واش الحاجه اللي تبكيك، واش الحاجه اللي تضحكك، واش الحاجه اللي تكرهك؟ وش الحاجه اللي تبكيك؟ الحاجه اللي تبكيني انني كي نفقد اعز الناس وسيرتو، يعني كيكون مثلا كان معايا البارح وقدوه يقولوا لي توفى الله يرحمه ويديم ربي في ملكه، ومن هذا المنبر الله يرحم جميع الموتى المسلمين والله يرحم جميع اللي نعرفوهم، وهذه هي الدنيا اخرتها هكذاك، ربي يغفرنا برك. والسؤال الثاني تاعها، وشني اللي تضحكك؟ الحاجه اللي تضحكني انني شفت واحد مومنت كتعد في المشاكل تكثر عليك الهموم والمشاكل، من بعد يجيك واحد البلاك يضحك، تمك تضحك، تمك صح نضحك من قلبي، تمك ديك الساعه نضحك بس كنت تحس روحك نحادك الطاقه السلبيه تنساها. المهم وش الحاجه اللي تكرهك؟ الحاجه اللي تكرهني خوتي تصرى لي ياسر، الحاجه اللي تكرهني انني كي يجوا بعض الناس اللي رسالهم مربعين يقول لك كيما سلسله جنة في الصحراء راك مصور مع
مع شوكة ولا كذا، هما يقصدوا بها ال يقصدوا بها ال شو اسمه، مصور لي مع شوكة وقال لي كذا نادر، انا نادر على الدراغون فروي. اوكي حبس هنا دقيقة، حبيت نوصل لك الرسالة هذا اللي قال لي هذا الميساج. حبيت نقول لك باللي هذا الفيديو تاع اللي كنت هضر عليه تاع دراغون فروي راه واصل 3800 مشاهدة، يعني اعلى نسبة مشاهدة في سلسلة جنة في الصحراء. هم راسك حبيبي، ليتس جو، خلينا نكملوا. المهم خوتي، الناس ماسنجر ما تلوموش، الناس ما تقدرش يعني ما تقدرش قيمة المجهود انت اللي تبذل فيه. ما يروحوش يشوفوا المعلومة اللي توصل فيها، ما يروحوش يشوفوا الفائدة من هذيك النبتة. انا على صراحة هذا اللي تكرهني، والحاجة الثانية اللي تكرهني انني كي نعود المونتاجي ويفسد لي المونتاج، يا 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 يا, يا. يفسد لي المونتاج، هذه هي اللي تكرهني. يعني يمكن نخدم يفسد لي الصوت تروح كذا. ماسنجر بليز مش وقتك. مهم المهم، اوكي خلونا نروحو للسؤال الرابع. شعيب العبدالي. تحياتي اخويا شعيب العبدالي. حكاية 48 ولاية واش صرا لها؟ حكيت فيها في ستوري في الفيسبوك ونزيد راح نحكي انايا، وحكيت فيها في اللايف ثاني اللي فات ديك ما حضرتش. المهم واش صرا في حكايه 48 ولايه خوتي؟ كيما راكم عارفين بلي عندي كاميرا لاريال فزدت لي ضبط، يعني لازمني نخدم تليفوني. وراه كيما سقسنا قبيله الفوق هنا عبد الله سعودي سقساني على التليفون بلي فسد لك كيفاش تخدمو، كان يتابع فيا في الفيسبوك وفي اللايف على بها عرف. المهم خوتي فعلوا الجرس، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مازال فرع في راسي، وانا كاين يسرح ويجع عرقلوني انه نوماني ما نجيبش ليكم. راكم عارفين الدار ما فيها لا خدمه لا والو، مي الحمد لله يا ربي عايشين غيرك فاهمني، هنا عايشين وما نحتاجوش. المهم وثاني حاجه الكاميرا، وثالث حاجه واش كنت نقول لكم مع الشتاء جالبه، يعني ما خممتش فيها صار لي بروبليم في ركبتي. ممكن كاين يعرفها وكان مش عارفها، عندي بروبليم في ركبتي كي نمشي عليها ياسر ما نطيقش. وذاك انا نوريكم الراديو نتاعها باش تصدقوني تصدقوني. 2000 years later ديجا اهي وين انا، وين الراديو نتاعها، اهي وين ركبتي اكوتي وهي افو من قدام. المهم نعم خاطي خلونا من هذه المواضيع، ربي يجيب خير ان شاء الله، ومع الوقت هكذاك مواصلين. المهم السؤال الخامس والسادس اللي جاوني متكررين هو جاني قديش مرة هذا السؤال، جاني في اليوتيوب وجاني في الانستغرام وجاني في الفيسبوك. يفوز كوراسو، مازال ما عرفتش نقرا اسمك خويا العزيز، حاولت اون كوبل ولا سيليباتير؟ ومحمد كوز قال لي هل انت مرتبط ام لا؟ تحياتي لخوتي الاصدقاء فيسبوك والانستغرام. انا حاليا لست مرتبط وربي يجيب بنت حلال ان شاء الله على شوي. اوكي نروحوا للسؤال اللي بعده من دي فيلال سينج. اخويا عبدو اللي ما يعرفوش، يعني اللي ما يعرفش خويا عبدو وعادل مهم اصحابي اللي راحوا معايا في الفلوق تاع ولايه القهوه تصوروا معايا، امين تصويرتهم خوتي. تحياتي خوتي من هذا المنبر ليكم، ربي يحفظكم خوتي، ربي يخليكم ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه الافكار تخدخلني وفيديو تخدخلني نديرهم في ولايه الاغواط. المهم قال لي التاريخ اللي بدات فيه اليوتيوب. التاريخ اللي بدات فيه اليوتيوب هو التاريخ اللي بدات فيه اليوتيوب نورمالمون على ما اظن اول مارس 2016 والله اعلم. روح ادخل القناه تاعي شوف حول اباوت تلقى عدد المشاهدات تاعي وتلقى وش من وقت سجلت فيه يعني الفيديو سجلت فيه اليوتيوب، مش عارف اليوم مش بيان راني الله شي ياسر متلوموش. المهم خلونا نروحوا للسؤال السابع ولا الثامن والله ما على بالي تلف لي. ميغيل سالفادور، كيفاش جاتك الفكرة حتى فتحت قناة في اليوتيوب؟ صراحة أخويا العزيز
انا انسان كنت انتيريسي باليوتيوب، كنت نتفرج ياسر، كنت نحب نتابع هذوك اللي كيما الناس، بعض الناس كاينين في السعوديه وكاني عندهم قصص وعندهم كذا حكايات رعب، ومهم مهم بزاف ناس كنت نتبع فيهم، ونتبع ياسر يوتيوبرز كيما على سبيل المثال الاجانب كيما مستر بيست، كيما بيوديباي، كيما شفت ما يديروا في المحتوى، قلت يا سيدي علاه انا نتفرج، علاه انا ما نديرش محتوى. وزدت تبعت يعني الفلوغينغ، زدت كرست وقتي نتبع في فلوغينغ جمال طالب، زازا في الميكر راه بدا هنايا هنايا ثاني، ربي يوفقه ان شاء الله خويا زازا في الميكر. و المهم يعني كل واحد كيفاه يعني خمامو المجال تاعو. انا يا راح مجالي للفلوغينغ، ودرت فلوغينغ والحمد لله يا ربي، راني اليوم معكم ورانا واصلين 5500 ابوني، ربي يحفظكم، والعقوبه 10000 و100000 ان شاء الله، والمليون مازال ما نكحلوش عليها، مازال بعيده 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 بعيده. المهم نزيدو نشوفو السؤال التاسع. فرح سليماني سألتني السؤال: إذا تعرفت على واحدة في الفيس وعجبتك ممكن تخطبها؟ نورمال، يعني إذا كنت يعني إنسانة متخلقة وإنسانة تخاف ربي وإنسانة تلبس يعني الحجاب، ما تلبسش المزير، هذه النقطة فبتولي عليها، نورمال عادي راح نتزوج بها ونخطبها ونتزوج بها، لا مش كان نخطبها. المهم خلونا نروحوا للسؤال العاشر. باي نور الدين، اسمحوا لي خوتي هنايا خطأ بسيط، فيلسوف كذب مش باي نور الدين. هل أنت إنسان تؤمن بأن الدنيا ما زالت بخير؟ والإيموجي تاع الدجاجة على حسب ديك الدجاجة راه قالت لك الدنيا. شوف خويا العزيز، خويا العزيز ما خلاص نخلص الهضره ياسر، لا حول ولا قوه الا بالله. خويا العزيز شوف، هل انت انسان تؤمن بان الدنيا ما زالت بخير؟ الحمد لله يا ربي ما زلت نؤمن بالدنيا انها فيها خير. وشوف صديقي نعطيها لك معلومه، الخير من عند ربي لا عمره لا يقطع خويا العزيز، وعيش حياتك ولا تبالي، لا تبالي للناس، فقط باسكو هي اللي تدرحك في حياتك، تفهمني؟ هذه هي. خلونا نروحوا للأسئلة الأخرين. يوسف لح، علاه ما تزوجتش؟ خويا يوسف صديقي من الفيسبوك، كتزوجت من بعد الزواج، يعني انا مازال نشوف روحي صغير، يعني عندي 20 سنه كتزوجت نجي نديرو لك شطحه في عرسك، راك فاهم، شطحه نايلي، وان شاء الله بربي ان شاء الله في 25 سنه 26 ممكن، المهم كي يرزقني ربي نتزوج، يعني حاليا ماشي دخل راسي. محمد اللوت ALT، تحياتي خويا موح لي زوم، العز خويا العزيز، خويا هذا اللي نتيم، صح سيدري خويا، باسكو تربينا مع بعض تما في الصقر. وقال لي: ما هي الصفة الجيدة التي تحبها في نفسك؟ ما هي الصفة الجيدة التي تحبها في نفسك؟ خويا موح، الصفة الجيدة اللي نحبها في نفسي، خليني نفكر شوية، هنا راك درت لي سؤال إعجازي، أنا نشكر روحي، نشكر روحه. 2000 years later. المهم الصفة اللي تعجبني فيها أنني ما نستسلمش، إنسان ما نستسلمش، يعني ما نكرهش، ما نفشلش، مالغري يصراو لي بروبليم دوك وكذا وكذا وكذا، نتقلق ونزعف ويطيح لي المورال كاع، مي نبقى مصر انني نقدر ننجح، نعوضها بفكره اخرى. تعرف فهمت قصدي نورمال سؤالي، والله اعلم. شكون هما افضل ثلاثه اشخاص تعرفت عليهم من اليوتيوب؟ افضل ثلاثه اشخاص تعرفت عليهم من اليوتيوب هما
اول واحد كاين واحد يوتيوبر الله يباركه وصل لك 200,000 الله يبارك مبروك عليك 200,000 خويا العزيز والعقوبة 1 مليون وعقوبة بال 500,000 واحد 1 مليون شوي بشوي واحد درجة درجة يطلع ولا وش قال هو قناة الفن الصاعد خويا ليش مساعد هذه قناته خوتي هدرت معاه شوي في الماسنجر يعني مش لي هو انسان هايل وديدي كاس الخاطي اللي في البويرة ماما هو بويري لما خانتنيش الذاكرة ربي وفقك خويا العزيز بالتوفيق لك وهذه قناته خوتي واللي حاب يشترك عنده يشترك عنده ثاني مهم خوتي وثاني شخص اللي هو زازا فيلم ميكر صراحة أنا ما هدرتش معاه ياسر ياسر في الانستغرام هدرنا شوي شوي مي يعني مش ليه تواصلنا قصرنا بس حبين بلي أنه إنسان موهوب أنه إنسان قادر يلحق وعنده هدف في راسه ويعجبني يعني عجبتني التعرف عليه ويسرني أنني نتعرف عليك وندير معك فيديو كاش نهار على شوالو والشخص الثالث من متابعيني طبعا فامبيرو لاني قلت لكم عليه في اول الفيديو تعرفت عليه لانه عنده واحد الاسلوب يعني كتقصر معاه هكذاك انسان ضحايكي ومالغري هاك وهاك مدي قوتي ساعتي دي قوتي طعل المراد مي انسان الله يبارك ضحك يعني لاحق واصل عنده الفكرة مي مازال ماهوش يعني في التشجيع الكافي خصكم ما تزيدوا تشجعوا اوكي سؤال من صديقة في الانستغرام قالت لي ما نحبش تقول اسمي قالت لي لو كان جيت بيدك السلطة شادير جيت بيدي السلطة شادير لو كان جيت بيدي السلطة شادير لو كان جيت بيدي السلطة قاع نخمل جدكم الغروب تعيشوا قاع نزوجكم وقاع نعيشوا هانين وربي يسهلكم قاع البنات قاع نزوج لها تركي والدراري قاع نزوج لهم قاوريات وندلكم جزيرة واحدكم نزعق لا لو كان جات بيدي السلطة واش ندير نوحد المسلمين نوحد العرب حتى صعيبة شوي مي لو كان جات بيدي السلطة ننشئ روابط يعني عاطفية بين الدول العربية وسيرتو المغرب العربي حاجة درتها وما راكش حاب وليدك يديرها كي شغل ندم عليها هذه نفس الشخص يسأل فيه حاجة درتها أنا وندمت عليها وما تحبش وليدك ثاني على يديرها هي الدراسة أنني حبست الدراسة واني ثاني شفت سؤال من قبل طرحه لي جاروكو قال لي كملت قرايتك ولا نو راني موقف الفوت ولا كذا المهم والو هاو تحت هنا المهم قالت لي يعني تقول يعني الحاجه اللي ندمت عليها انني كيما كملت قرايتي وحتى قرايتنا في الجزائر زيرو وما نكذبوش على ارواحنا كاين ناس نعرفهم عن تجربه شخصيه دكتوره كيفاش داير مي قاعد في الدار شاد طابله تاع دخان قرايتنا نيفو باقي في بلادنا صراحة لذلك ما نلومش الشبيبة اللي راها تحضر المهم لذلك مش نحوس على ابني انا نحوسو يكمل قرايته ومنش نحوسو يطيح في نفس المعيش اللي راني عايشها هذه هي هذه اخوتي كاين واحد السؤال ثاني هنايا خلونا نشوفوه والله ما عرفت وراه داير لحقاش كلش راني كاتبه في ورقه تليفون ما عنديش اخر باش نشوفهم ما قلت لكم كاع هنايا الاسئله تاعكم ماركتهم في الورقه هنايا اخوتي يعني كاع تقراها هنايا هذه الاسئله تاعكم اخوتي ها في الاسئله تاعكم ونتعب هاتوا ثاني ديرونا لايك جاتكم سهله ولا واعره ولا شيء لا ما تهلاو المهم خوتي كاين واحد السؤال راني ثاني عقب عليا خلونا نشوفوه وراه اوكي السؤال الاخير خوتي هنايا رايحين يحبسوا الاسئله تاعنا باسكو ياسر ما قدرتش نجاوبكم باسكو جاوني ياسر في الخاص المهم السؤال يقول احمد غويرق لو اخبرتك ان
في العالم 4000 ديانة، وأنا متدين يؤمن بواحدة ويكفر ب 3999 دين ديانة. أما الملحد فيكفر ب 4000 ديانة. وريني شطارتك خويا العزيز. أول حاجة أنا طرحت سؤال، يعني صراحة أنا مازال ما شفتش سؤال في هذا السياق اللي قلته، ولكن راح نجاوبك بالسياق نتاعك، راح أوريك شطارتي no problem. نقول لك حاجة وينتهي فيها الكلام، احمد ربي أنك جيت مسلم بالفطرة، هذه اللي نقولها لك. احمد ربك أنك جيت مسلم بالفطرة، احمد ربك وزيد احمد ربك وزيد احمد ربك، وهذا هو الدين الصحيح، وربي يوفقك. ونصيحتي لك، لا تتجرأ على مجادلة ملحد، هذه اللي نقولها لك خويا العزيز. مهما كان الحال ما راحش يصدق باللي كاين 4000 ديانة، وما راحش يمن بهم كاع 4000 ديانة وسيرتو الإسلام. لذلك خويا العزيز احمد ربك لأنك مسلم بالفطرة. مهم خوتي، هنا قضيت لا فيديو تاعنا، ما تنساش تعطونا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. وهذه خوتي، واذا عجبكم كيما هكذاك فيديوهات في الاسئله راح نديروها ان شاء الله في 10000 المره الجايه. كنا نقول 10000 راح نديروا اسئله ثانيه نتعرفوا على ناس جديد. هيا سلام. مرحبا بيك في الجيش اون بيرسون، جيش الموكرين ديما في نمبر 1 مخلصين. حاب تنضم للجيش خلي لايك واشتراك باش نوصلوا لل 1 مليون ان شاء الله بربي.